إلينا من نيويورك المحلل السياسي دكتور أحمد فتحي. دكتور أحمد أهلا بك. المجلس العسكري في بيانه هدد وحذر وفرض حظرا للتجوال في منطقة العباسية بعد سقوط قتيل ومئات الجرحى، برأيك هل سيكون هذا نهاية للاعتصام أم بداية لتصعيد جديد؟ في البداية أحب أوضح أن الجمعة اليوم كانت يعني يشوب المظاهرات التي خرجت الغموض في الأهداف ما بين سذاجة أو براءة 6 إبريل السياسية التي تصل إلى مرحلة السذاجة ومكر الإخوان المسلمين وقيامهم بتسخين الشارع على مدار اليوم ونيف الماضيين وسكرة السلفيين واغترارهم بقوتهم واستيرادهم يعني كوادر من أفغانستان من ضمنها محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري الإرهابي الدولي المطلوب للسلطات القضائية وظهور الملثمين ورفع أعلام القاعدة فاغتروا وسكروا بهذه المظاهرة وظنوا أنهم يستطيعوا أن يغيروا أو يفرضوا إرادتهم بتغيير الإعلان الدستوري. ولكن أن نوضح أن الإعلان الدستوري الذي يعني خرجوا من أجله السلفيين في البداية هو يعني إنتاج الإخوان المسلمين. نتذكر لجنة المستشار طارق البشري الإخواني والصبحي صالح المحامي الإخواني أيضا، وعندما قدموا التعديلات أو الإعلان الدستوري كيف روج الإخوان المسلمين والسلفيين لهذا الإعلان بقوة وآثموا من لا يصوت بنعم عليه. وكان رأي التيارات المدنية في هذا الوقت أنه يجب التصويت بلا ويجب أن يكون هناك دستور أولا، ونعود اليوم إلى النقطة صفر بكل أسف بين كل هؤلاء، بين الساذج والماكر والسكير بالقوة وبهتان المجلس العسكري الذي أثبت أنه لا لون ولا طعم ولا رائحة، يضيع الوطن المصري وأبناؤه يقفون من الموقف المتفرج. طب دكتور، الآن المجلس العسكري يتحدث عن طرف مجهول وراء ما يجري، والمتظاهرون يقولون أيضا أن هناك أشخاص مجهولين بدأوا بالهجوم تحديدا اليوم وأمس. أين الحقيقة برأيك، وإلى متى ستظل كل جهة تتهم هذا الطرف المجهول؟ هذا الطرف المجهول ربما يكون أيضا المسؤول عن الأزمة الاقتصادية العالمية، فيجب أن نقترح هذا على إدارة الرئيس أوباما لاتخاذ هذه كعذر. لا يوجد طرف مجهول، عندما يوجد أطراف غير معروفين ويقوموا بإشعال هذه الفتن في أوساط المتظاهرين فإني أتساءل لماذا لا يقبض هؤلاء المتظاهرين على 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 هذا الطرف المجهول. رأينا أنه تم القبض على ضباط في الجيش المصري من قبل المتظاهرين والمعتصمين عند أمام وزارة الدفاع، وكان خطأ بالغ. عندما تقترب من منشأة عسكرية أيا كانت هذه المنشأة في أي دولة فيجب أن تتحمل عواقب هذا العمل. يوجد في مصر حالة اختلال في الموازين، ويوجد كل طرف يظن أنه يستطيع أن يدلس على الطرف الآخر ويستطيع أن يخرج بمنظر الضحية، ولكن بكل أسف جميعهم مذنبون. طب في المقابل دكتور، هل سنرى الآن أو هل سنتوقع من المجلس العسكري خطوات حاسمة تجاه الاعتصامات؟ وفي المقابل كيف سيؤثر الوضع الحالي على الانتخابات قريبا؟ المجلس العسكري اتخذ منذ ساعات قليلة قرار بحظر التجول في منطقة العباسية، وكان يستطيع أن يفرض حظر التجول في القاهرة كلها، ولكن أنا لا أستطيع أن أقدر ظروفهم في هذا الوقت. تأجيل الانتخابات هو ما زال أمر مطروح، ولكن الإخوان المسلمين والسلفيين استبقوا الأمر حتى أنهم قالوا إن يعني بما معناه أنه لو حدث تزوير
فسيقوموا بإشعال الثورة في الشوارع مرة أخرى. أنا أتساءل أي ثورة بعد ما يحدث في شوارع القاهرة الآن؟ الإخوان المسلمين قاموا بالأمس وبعد ساعات قبلها بتسخين الشارع بشكل رهيب ولم يذهبوا إلى مقر الاعتصام في وزارة الدفاع وذهبوا للتحرير بدلا من هذا. فهذا إن دل يدل على أنه يوجد يعني نوع من التخطيط لإشعال الفتن بين الطوائف المختلفة والظهور بمظهر الضحية، وهم يستبقوا الأمور أنهم يهددوا أنه إذا لم يصل مرشح يردون هم عليه. فعلى سبيل المثال لو فاز أحد من الطيار الآخر المدني مثلا فسيطعنوا عليها بالتزوير ويشعلوا الثورة مرة أخرى. ولكن الوضع في مصر كما ذكرت مسبقا أنه يتسم بالغموض في الأهداف، فإذا استطعنا أن نتبين الحقيقة نستطيع أن نصل إلى من هو المخطئ ومن هو المصيب، ولكن بكل أسف اليوم جميعهم خاطئون. أنا دكتور أحمد فتحي المحلل السياسي كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك.